السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. من أحد الفعاليات الجميلة جدا عندنا في مسجد كليمسون أن احنا حاطين لحمة، بنحط لحمة خرفان وبقر الله يكرمكم في المسجد، ودجاج للتوزيع. هذا أي واحد ممكن يدخل على المسجد يختار يطول الكيس اللي بده اياه، بده لحمه بختار لحم، بده دجاج باخذ دجاج، وبضل طالع بدخل باي وقت بده وبيطلع من اي ساعه بده يطلع من المسجد. يعني ما حد يساله، وهيك يعني بنمنع الاحراج عن اي واحد بده بطول الكيس اللي بده، كيس كيسين وبضل طالع. وحتى لو واحد بده يطبخ وما عندوش لحمه حلال فبيجي باخذ اللحم اللي بده اياها وبضل طالع. فهي من احد الاشياء اللي كويسه عندنا في المسجد، انه الله بقدرنا الحمد لله انه يعني تعطي تنفق من غير ما تبين للناس انك يعني تحرجها، من غير ما توقعها في الاحراج. وصراحه ما في اجمل يعني من انك تحط لحمه، تحط اكل، تحط معلبات، تحط اي شيء ممكن يتوزعه للناس. في يعني هي نعم من الله عز وجل، الناس سبحان الله اللي بنفقوا بحسوا بطعم الانفاق، بحبوا اللي يعني يلاقي فرحة لما يجي ويلاقي اللحم ناقصة او الدجاج ناقص، بنبصر انه اجى واحد واخذه او اخذ المعلبات او اخذ الاكل هذا، فبصير يعني يحس بشعور طيب جدا انه الاشي اللي عمله او الانفاق اللي هذا انه الله بس يعني الله عز وجل يتقبل منه، وراح الاقي يعني فرحه ما لا تعادلها فرحه. فالله يعني يبارك بكل واحد انفق، كل واحد حط اي مجهود، كل واحد فعل اي فعل خير، ويعرف الانفاق هذا صراحه له اجر عظيم جدا جدا. يكفي قول النبي عليه الصلاه والسلام انه قل الملائكه انها يعني تسال الله، اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. ويعرف انه هاي الصدقه يعني كيف تطفئ غضب الله رب عز وجل. شو بده اكثر من هيك نعمه؟ هاي حتى حاطين تمر، اللي ما عنده تمر ممكن يجي ياخذ تمر، واللي ما عنده لحمه ياخذ لحمه، واللي ما عنده دجاج ياخذ دجاج. فيعني وحلال، كله حلال، والاجر ان شاء الله واصله اجر وواصلنا الاجر ان شاء الله. فالله يا رب يتقبل من الجميع، ويتقبل من كل واحد بنفق، ويتقبل من كل واحد بيشارك انه يوزع الفرحة على قلوب المسلمين. واحد يعمل يعني قد ما بيقدر أي شيء بيعمله. ترى في ناس بعض الطلاب ما بيقدروا يعملوا إشي، ما معهم فلوس صراحة، وجاي من بلاد فقيرة جدا جدا، فبيجي بنظفوا المسجد، بيساعدوا في تنظيف. يعني مثلا هذا عندنا هالرجا، مثلا هذا ختيار، شوف بيجي عمره يمكن 75 أو 78 سنة، وبيعرفش يتكلم عربي أمريكي، ولكن سبحان الله شوف قاعد بنظف وبيساعد وبيعمل، بيقدر قد ما بيعمل مجهود بيعمل. وهذا الشباب هاي صغار بيجي بنظفوا وبيعملوا. فكل واحد يعني قدر المستطاع، وسبحان الله حتلاقي لها حلاوة. ما تعرف انك انت بتعمل لله عز وجل، راح تصير تشعر بالحلاوة هاي. ممكن والله تشعر بحلاوة انك تعطي تمرة لواحد فقير اكثر ما انك توكلها انت بنفسك. فإلى حلاوة ما بيعرفها الا اللي انفق. فجربوا الانسان يجرب ينفق، وراح يشوف الحلاوة هاي والفرحة هاي اللي بلاقيها. هي سعيد، السلام عليكم براذر سعيد. سعيد ما شاء الله، سعيد الله يحفظك يا رب. احنا سميناه سعيد وسمى حاله سعيد، الله يجعله من السعداء في الدنيا والاخره. المهم ما اطول عليكم اكثر من هيك، الله يجعلكم من المنفقين في السراء والضراء، الله يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويجعل الجنه مأوانا احنا واياكم يا رب العالمين. ولا تنسونا من صالح دعائكم، بارك الله فيكم والله يجزيكم الخير ويبارك بحياتكم. هيا عندنا التجهيز الان للافطار، وهي انس اليوم عامل صفيحه ما شاء الله، فبنحط اليوم الصفيحه هاي. المهم عملنا حتى اشياء هيك، شو بتسميها هاي انس؟ هاي الفطاير وربعت وربعت. المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وننهي كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.